على مدى العصور فضلت ثروة مصر المعمارية صامدة، واجهت تحديات الطبيعة وكانت شاهد على الزمن. بص على الأهرامات، معبد دندرة، معبد الكرنك أو الكنيسة المعلقة أو مجمع الأديان في مصر القديمة، وتأمل بتركيز جامع السلطان حسن ومجموعة السلطان قلاوون. أو اخطف رجلك وامشي في شارع المعز لوحدك وانت تعرف البلد دي غنية قد إيه بثروتها المعمارية. وعلشان الثروة دي تفضل شاهدة على التاريخ والحضارة، لابد من طرق لحمايتها والحفاظ عليها من الإهمال، كمان وضع خطط صيانة وترميم من الداخل والخارج. حقيقة مراكز كتير ظهرت لتوثيق تراث مصر الحضاري والمعماري وحمايته من العبث، لكن دائما كانت النتيجة مؤسفة. أهلا بكم. اللي قرأ مننا كتاب عمارة الفقراء للمعماري المصري الفذ حسن فتحي هيقدر ياخد باله من الارتباط ما بين العمارة وما بين الوظيفة، وإنه مش القدرة الاقتصادية أبدا هي اللي هتحرمك من الجمال. دايما شغل المعماري قايم على التعامل مع الفراغ وتوظيفه. والغريب إن حسن فتحي قسم فصول كتابه وكأنها معزوفة موسيقية، وضع لها أسماء من نوعية لحن الاستهلال، لحن الترنيمة، الكورال. العمارة كمان هي موسيقى، موسيقى المكان. حسن فتحي اللي أصبح طبعا أيقونة من أيقونات زماننا الجميل، كان حلمه أن الفلاح يعرف يبني بيته بنفسه دون الحاجة لتقنيات معقدة أو مكلفة. وأي حد فينا لو بس حواليه دلوقتي هيعرف قد إيه حجم التشوه المعماري اللي إحنا عايشينه. هو طبعا جزء من تشوهات كتير غرقت حياتنا، وزي ما في خبط في ورزع في العمارة، في المزيكا، في كل حاجة، احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها كتل أسمنتية ضيقة بدون أي لمسة جمال. في يوم وليلة اختفت من حياتنا البيوت المريحة بأشكالها الجميلة. في مختلف العصور التي مرت على مصر منذ فجر التاريخ، حظيت العمارة باهتمام خاص، فقد كان هناك اهتمام كبير بشكل المباني والمعابد بل والمنازل أيضا، فقد كان للأبنية شكل وملمح مميز يعبر عن الحقبة الزمنية. فالشكل المعماري هو الأساس الذي يعبر عن تراث وثقافة المجتمع، بل وينقل صورة قوية عنه تلتصق دائما بالأذهان. فبمجرد أن ترى شكل العمارة في بلد ما تستطيع على الفور تحديد مكانه وزمانه، بل ويمكنك في بعض الأحيان معرفة كيف كانت الحياة الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع. أما حاليا تغير الوضع، فلم يعد هناك مكان للاهتمام بشكل المعمار، حيث بدأت الشخصية العمرانية لمصر في الاختفاء تدريجيا، فقدت المباني ملامحها وأصبحت باهتة لا تحمل معنى. وهناك عمارات تبدو من أشكالها أقرب إلى قبور منها إلى مبان سكنية. أسباب تدهور العمران متعددة، لعل من أهمها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، وهو ما يطيح بالمزاج العام خارج دائرة الإبداع. غياب الابتكار والتصميم المتميز أصبح أمراً واقعياً، وما يحتاج إلى مزيد من الاهتمام سواء من المسؤولين أو المواطنين. وبات علينا تقدير قيمة التراث المعماري الذي يمكن أن يؤثر بدوره في إعادة تكوين الشخصية المصرية بما يتلائم مع روح العصر الجديد. اللخبطة العامة كمان الحقيقة أخفت معها تراث معماري ضخم. التراث ده تعرض للتهديد والهدم المنظم، رغم أن شباب كتير بيقاوم، يمكن بيعملوا صفحات، لو حد دخل على الشبكة العنكبوتية هيلاقي صفحات من نوع سيف القاهرة، سيف الأسكندرية، أو سيف المنصورة حتى، لأنه الوضع الحالي بيقول أن في خذلان عام، حالة طناش وفساد في المحليات انتهى الحقيقة بهدم فيلات أثرية كتير جداً أخفت بيها جمال محافظاتنا اللي كانت بالفعل في وقت من الأوقات جميلة جدا، طبعا إلى جانب القاهرة. القاهرة اللي بالمناسبة كانت يوم من الأيام كل الناس بيكتبوا عليها أنها باريس على النيل. راح فين تراثنا المعماري؟ وليه في إصرار على مخاصمة الجمال؟
الإصرار ده الحقيقة بتكشف عنه معلومات كتير. خلينا نبص مع بعض من أول الواقع التشريعي. هنلاقي الواقع التشريعي عندنا، هنلاقي في تشريع القانون رقم 144 لسنة 2006، يعني من 11 سنة، بيقول يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. طيب محافظات مصر بقى الحقيقة فيها العديد من المباني ذات الطرز المعمارية المتميزة. خلينا نشوف الإحصائيات مع بعض. دي مباني معمارية متميزة مجموعها في مصر 6848 مبنى، كل دول مسجلين كطراز معماري. نشوف محافظاتهم، طبعا بتيجي القاهرة، القاهرة لوحدها فيها في المقدمة طبعا 3739 مبنى. نروح بعديها إلى الإسكندرية فيها 1119 مبنى، ثم مدينة بورسعيد بتسبق على فكرة الإسكندرية، هنشوف هنلاقي فيها 644 مبنى، وبعدين الجيزة 391 مبنى، والدقهلية في النهاية ب 219 مبنى. ده طبعا المصدر المعلومات دي كلها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. دي عينة الحقيقة عايز أوريكم حاجة من اللي بيحصل في اسكندرية على سبيل المثال والقاهرة. خلينا نشوف مثلا على سبيل المثال مدينة الإسكندرية. طيب ده موقع اليوم السابع بيقول إن في كارثة حضارية بالإسكندرية، وإن في ثغرة قانونية بتهدد طابع المدينة المعماري، وإنه في الحقيقة يعني عقاران تاريخيان بيحذفان من مجلد التراث بعد أجيون، وأكثر من 90 قضية أمام القضاء، يعني في مبادرات بتطالب بتعديل تشريع. إحنا اتكلمنا على التشريع، لكن ده كمان بقى في عايزين تشريع يعني جديد، وقف كل الأحكام بتاعة الهدم زي ما إحنا شايفين. طب ايه تاني من المباني اللي عندنا فيها مشكلة؟ ده موقع رصيف 22 من المواقع المتميزة، بيقول انه مدينة الاسكندرية تراثها قد يضيع بسبب الاهمال. ده وفقا لإحصائية لجنة اسمها الحفاظ على التراث بالاسكندرية، تمكن ملاك 52 مبنى من اخراجها من مجلد الحفاظ على التراث بعد الحصول على احكام قضائية، وجرى بالفعل هدم 33 منها خلال السنوات السبع الماضية. وطبعا كل هذه القطع الفنية اكيد يعني ذهبت إلى أبراج بدون أي لمسة جمالية. من جريدة الوفد ده بنتحدث بقى، نعود إلى القاهرة، وده المهندس حسين منصور في مقال مهم لي بيقول انقذوا ثروة مصر، بيقول إن القاهرة غارقة في نفس الأمر، طبعا ده على الإسكندرية. ويبقى الضرب الأحمر شاهدا على حجم التعديات البالغة المؤسفة، فالأبراج الشامخة غزت الضرب الأحمر وقامت على أكتاف سور صلاح الدين في ضرب المحروق وضرب شغلان. رئيس الوزراء بنفسه راح هناك 3 مرات بجوار الجامع الأزرق وشاف بيت المهندس اللي تم هدمه، وكمان شاف تلال القمامة. يعني الموضوع ما هواش بعيد عن حد. عايز أكلمكم كمان، يمكن أستاذتنا الدكتورة سهير زكي حواس بتقول، طبعا الموضوع شغالها يعني الموضوع شغالها، فبتقول يؤسفني أن أقول أن الجهاز القومي اتقدم ب 165 بلاغ للنيابة العامة بأعمال تخريب تتم أو تمت فعلا بمباني تراثية مسجلة، وده طبقا للقانون 144 لسنة 2006 اللي احنا اتكلمنا عليه، وما صدرش لأي حكم في أي حاجة. يعني 165 بلاغ ومفيش أي حد بيتكلم عليه. طبعا احنا يعني هذه القضية، قضية التراث المعماري في مصر، احنا طبعا لازم نقول ان عندنا انماط معمارية عمرانية كتير جدا داخل النسيج العمراني في مصر، بس مش قضية الضرب الاحمر او بعض مباني الاسكندرية او حتى مباني بورسعيد. تغيرات كتير جدا احدثت، يعني طبعا عايز اقول انه في ضغوط اقتصادية الاول غيرت حاجات كتير جدا، الى جانب كمان متطلبات اجتماعية. عايز اقول ان ده امر طبيعي بتتعرض له اي مدينة، لانها في النهاية كائن حي، هذا الكائن الحي المدينة بيتغير باستمرار. لكن السؤال الكبير، ليه في بلدنا بس بيكون هذا التغير يعني سبب في القضاء على الطراز او الطابع المعماري للمدينة؟ ده الحقيقة ان احنا النهاردة في هذه الليلة اللي هنحاول نعرفه من ضيفنا المعماري الكبير كريم الشابوري. كريم الشابوري معماري ومصمم عرض متحفي مصري، حاصل على بكالوريوس العمارة عام 2001. شارك في الفترة ما بين عامي 2001 و2004
في تصميم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وقاعة المئوية بالمتحف المصري، وامتداد متحف الأقصر. عضو جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية بروما في مجال عمارة المتاحف 2004-2005. أجرى دراسات في الحفاظ على العمارة بجامعة روما بين عامي 2007 و2010. حاصل على الجائزة الأولى بالمسابقة المعمارية لتحويل منزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى متحف عام 2009. شارك في الفترة ما بين عامي 2005 و2009 في تصميم العديد من المتاحف المصرية، منها مشروع تطوير المتحف القبطي بمصر القديمة ومتحف التنوع البيولوجي بشرم الشيخ. قام في الفترة ما بين 2009 و2016 بتصميم العديد من المتاحف والمعارض داخل مصر وخارجها، منها معرض تاريخ مصر واليونسكو بقصر اليونسكو بباريس 2009، متحف جمال عبد الناصر 2016. شارك في الفترة ما بين عامي 2010 و2016 مع معهد بولجيتي بمشروع ترميم وإعادة تأهيل مقبرة توت عنخ آمون. إذن نحن على موعد مع حوار خاص، حوار خاص جدا عن الناس والعمران. نحن الليلة سنتحدث عن موسيقى المكان، والمكان هو مصر. هيكون عندنا نقاش حول أزمتنا العمرانية اللي الحقيقة بقت من غير جمال وكمان من غير وظيفة. بعد الفاصل مع المعماري كريم الشابوري الحوار مستمر. ويبقى الحوار مستمرا على شاشة اون لايف. نحن الليلة نتحدث عن التراث المعماري المصري اللي باختصار شديد جدا نقول أنه مهدد بالضياع، ولذلك معي ومعكم المعماري الكبير المهندس كريم الشابوري. مساء الخير يا باشمهندس. باشمهندس، احنا في مصر عندنا شخصية معمارية؟ عندنا شخصيات معمارية متعددة، لأن مدن شخصيات طبعا، لأن كل مدينة مصرية ليها طابع مختلف مرتبط بطريقة نشأتها وطريقة تكونها. يعني على سبيل المثال عندنا القاهرة الخديوية اللي متخمة للقاهرة الإسلامية، لأن كل حضرة منهم تشكلت وتكونت في وقت مختلف. عندنا الإسكندرية بطابعها المتوسطي الأوروبي، عندنا بورسعيد بعمارتها المتميزة. فما نقدرش نقول إن احنا عندنا شخصية معمارية أو عمرانية واحدة في مصر، بالعكس احنا عندنا تنوع كبير، وده يعني أو وجه قوة تراثنا. ده حال العالم كله يا فندم؟ موجود في العالم كله نماذج من هذا القبيل، يعني ما اقدرش اقول ان دي حالة فريدة في مصر، بس كل الدول اللي يعني ليها نطاق حيز جغرافي كبير بيبقى موجود فيها هذا التفاوت بين البيئات المختلفة للمدنها. احنا ليه دايما لما بنتكلم على الشمال نتحدث عن اسكندرية، نتحدث عن بورسعيد، حتى عن الدقهلية مثلا نتحدث عن القاهرة بالكثير والجيزة. يعني انا شفت مثلا ارشيف مصور ايطالي كان عايش في العقد الاول من القرن العشرين ومصور لالمانيا، يعني المغاغة وال يعني ومدينة المانيا نفسها، بعض الصور والطرز المعمارية والقصور غاية في الروعة والجمال، وايضا في اسيوط. ده حقيقي، يعني يمكن احنا اللي متعودين نتكلم عليه هو المدن اللي موجوده في شمال مصر، عشان دي الاقرب يمكن. لا يعني لو انا من اسكندريه وحضرتك من القاهره دي الاقرب لينا، بس على امتداد مصر كلها كل المدن حتى المدن الصغيره كانت في اوقات ما فيها عماره متميزه وفيها عمران وتخطيط على مستوى متميز، لكن يمكن ده مش موثق بشكل كافي ان احنا نقدر نعرفه او نعرضه. العمارة دي مسؤولية مين بالظبط؟ يعني وبتنتج ازاي؟ يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي لا أنساها أبدا في أول زيارة ليا لمدينة برشلونة في إسبانيا، إنك كنت نازل كده من المطار يكلموك على جودي، وتضطر في الآخر لازم تجيب المجلد بتاعه تقراه، لأنك أنت رحت كل حتة، ساجرادا فاميليا ده جودي، البيت ده جودي، الحديقة دي جودي، أصل العمارة دي عمالها جودي. يعني ده واضح إن المدينة فخورة جدا بمعماريها الكبير. هل نحن في مصر أيضا كذلك؟ هل عندنا مفهوم العمارة ده؟ هل يعني ده وظيفة المحلات، ولا لأنه مدينة زي برشلونة عندها مشكلة قومية فمهتمية
بيع عمارة جاودي؟ للأسف احنا في مصر ما عندناش نفس الثقافة دي. ويمكن تقدير دور المعماري او فهم المجتمع لوظيفة دوره مش بالقدر العالي من الإدراك لأهمية الدور اللي بيعمله. ففي مدن كتير مش بس برشلونة، يعني برشلونة يمكن متميزة بجودي، مدن أخرى ليها معماريين من أبنائها حتى في الوقت المعاصر، يعني مدينة مثلا في إيطاليا جنوة ليها معماري معاصر إنزو بيانو، بيعتبروه ابن المدينة وبيقدروا أعماله وليه مساهمات كبيرة في تطورها وتطويرها. بس للأسف احنا عندنا في مصر ما عندناش، ما بنعطيش المعماري هذا القدر من الاهتمام أو التقدير، يعني باستثناءات بسيطة، يعني يمكن حسن فتحي أكتر معماري، وحالة ثقافية يمكن أكتر منه، حالة ثقافية مختلفة الدولة يعني ممكن ما تكون مشغولة به. طب خلينا نبعد عن النظام وعن المسؤولين ونتكلم عن الناس. هل في تقديرك الشخصي المهندس كريم أنه المصريين مشغولين بتراثهم المعماري؟ يعني هل أنت تشعر وأنت تمارس هذا العمل وذهبت إلى آخر مدى إلى الحالة المتحفية، يعني هل بتحس أن المصريين مشغولين بفكرة العمارة، مهتمين بتراثهم؟ مشغولين بتراثهم، بس يمكن مش عارفين يبقوا مشغولين بيه بشكل صحيح ازاي. وهضرب لحضرتك مثال، يعني احنا عندنا مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة دايما بتلاقي صفحات أو ناس بتنشر بوست ليه علاقة بصور للمدينة زمان، ليه في نوع من النوستالجيا تجاه يعني حفظة، في حنين ما إلى زمان، فبالتالي هم بيشعروا إن كان عندنا شيء له قيمة وبدأ يندثر. يعني في المجتمع في مجموعات يمكن أكتر عندها ثقافة أعلى أو متخصصة في هذا المجال، فدي اللي بتشارك بشكل أكثر فعالية ده على وسائل التواصل. طب خلينا أنا وأنت يعني باشمهندس كريم، خلينا إحنا الاتنين نشوف الناس واخدة بالها من شكل المباني ولا لأ. الناس عارفة يعني إيه عمارة؟ في مباني طبعا بتبقى شكلها جميل بس محتاجة بعض التجديدات. في اماكن محتاجين ان احنا نعملها بلون واحد تبقى كلها شكلها متناسق. اكتر حاجه بتأذي العين لما يبقى فيه، يعني انا واقف دلوقتي شايف ده جميل جدا بس اللي جنبه حاجه مختلفه عنه خالص، فدي حاجه بتضايق العين. فهي بس ان احنا نحاول نوحد الديزاين دي بتبقى احسن حاجه. المباني في حاليا فعلا في انهيار في الذوق العام وبالنسبه للمباني اللي موجوده، لان فين احنا المباني البلجيكيه واللي في وسط البلد والحاجات دي كلها، دي في منتهى الجمال. العشوائيات بصراحة، الرسومات من غير تخطيط عمراني، من غير رسومات تبع الحي أو المجلس، فبيطلع كل واحد بيبني على قهوة. بص على الحاجات اللي انت واقف تحت منها دلوقتي هتشوف حاجات مبهرة، حاجات القديمة مبهرة، كان فيها يعني حاجة اسمها دقة، ودقة وعمل في فن. أما النهاردة في عمل بتاع فلوس. واضح الناس واخده بالها. الناس واخده بالها من شكل البيئه المحيطه بيها وتاثرها بالسلب، بس في نفس الوقت هي مشاركه في ده. يعني احنا لو نلاحظ في الكلام اللي كان بيتقال طول الوقت، يعني الناس قال لك طب ما نخلي المباني شبه بعضها، يعني عندهم كمان تصور المعماري، شايفين ان التباين ده حاله صعبه. ويعني ضيفنا الاخير اللي كان بيتكلم قال لك شوف التوائف هم واقفين في ميدان سليمان باشا او ميدان طلعت حرب، القاهره الخديويه مش كده معماريا؟ يعني الناس برضو عارفة. مش صحيح انه الحالة اللي احنا على طول، يعني انا اسف يا باشمهندس كريم، بنتين فيها الناس، لا الناس مشغولة بالعمارة. مش صحيح، مشغولة وشايفة المشكلة ومدركاها، لكن العشوائية اللي موجودة في العمارة هي انعكاس لعشوائية موجودة في المجتمع بشكل عام، موجودة في سلوكيات الناس، في ممارساتهم الشخصية. يعني في الاخر صاحب المحل لو هو بيحط يافطة بتشوه المكان، هو ممكن يكون احد الضيوف اللي ممكن عليك تلتقي بيهم وينتقد شكل المكان، بس هو مساهم فيه. فبالتالي احنا عندنا نوع من العشوائية في التعامل مع العمارة، وبنشوهها بايدينا، وفي نفس الوقت احنا متضررين. ايدينا احنا مين بقى؟ كمجتمع. كمجتمع بشكل عام. وطبعا ده يعني لو انا بلوم المجتمع في ده، ففي الاخر برضو الدولة ملامة، لان الدولة هي دورها ان هي تنظم و تسيطر على مش ده بيبقى دور النخب برضو بعد اذنك يا باشمهندس؟ يعني المفروض النخب الكبيره هي اللي تلتفت لمثل هذه الامور، دورها انها توجه وتسلط الضوء على ده، بس الاداه الفعليه او التطبيق للقانون ده في ايد الدوله. يعني الدوله هي اللي عندها سلطه ان هي تقدر
تحط تعمل عملية الضبط المعماري ده كله. ضبط معماري هو العلم بيعمل ايه يا باشمهندس كريم؟ العلم بيحط أطر قانونية. الأطر القانونية دي هي اللي بتحدد طريقة التعامل مع أي مبنى تراثي، الحدود والإمكانيات. وبرضه لأن التراث مش شيء يعني مش شيء ميت، يعني ما ينفعش اعتبر المبنى جسم ما ينفعش امسه، لا هو داخل في حياتنا اليومية، احنا بنعيش حوالين البيوت دي وبنعيش بداخلها، فبالتالي ليها قيمة نفعية. القيمة النفعية دي لازم افعلها لان ده الطريقة اللي هقدر بيها احافظ على البيوت. دور الدولة ان هي تحط في كل العالم مش في مصر بس، ان هي بتحط الضوابط والمعايير اللي بتضمن ان اقدر استخدم هذا المكان ويكون ليه قيمة نفعية تجاه المجتمع وتجاه الافراد وتجاه ملاكه، وفي نفس الوقت احافظ عليه من غير مشوية او اعرضه لمخاطر. انا فهمت وانا في ابراج مثلا انه المبنى بره مش بتاعك، هو جوه بتاعك، لدرجة انه يجوز هدم المبنى من الداخل وعملوا طرق معماريه بيبنوا من جوه، يعني المبنى بيظل زي ما هو كده 400 سنه 500 سنه بشكله موجود، وانت من حقك تصين المبنى، من حقك من جوه ان شاء الله تهده كله وتبني مبنى حديث تماما. ده يعني بتعمله الدوله او بتعمله الدول بهدف ان الطابع ده بيضفي على المدينه طابع معماري وبيعمل لها قيمه، ولا ان ده تراث يجب ان نحافظ عليه بالفعل؟ الاثنين، يعني هو تراث يجب الحفاظ عليه وفي نفس الوقت هو بيشكل النسق وشخصية المدينة. يعني هم عندهم وعي وإدراك لأهمية الحفاظ على شخصية المدينة لأن ده جزء من طبيعها، وده اللي بيميزها عن المدن الأخرى. وإحنا في الوقت الحالي يمكن في مدن أكثر حداثة أو أكثر تطور هي أدركت فكرة إن الشخصية المتفردة للمدينة ده عنصر جذب بيسبب ليها رخاء، لأنه بيؤدي يعني عدد زوارها يزيدوا، فبالتالي السكان بتوعها يقدروا يتوفر لهم مجال عمل أكبر. فحتى المدن اللي ما كانش عندها تراث بمفهوم التراث تقدر تسوقه للعالم وتتميز بيه ابتدت تلجأ لحلول مختلفة، أن هي تحط لنفسها شخصية عمرانية وثقافية. يعني هضرب مثال مثلا في اسبانيا، مدينه بلباو دي مدينه صناعيه باسكيه في الشمال فوق، يعني كانت مدينه بتعتمد على الصناعه، نتيجه لظروف ما مرتبطه بالاتحاد الاوروبي وشروطه الصناعيه حصل يعني تدمير لصناعتها لانها ما كانتش مطابقه لمواصفات بيئيه، فبالتالي المدينه فقدت عنصر الاقتصادي الرئيسي بتاعها. يعني كان الحل ان هم ابتدوا ينشئوا متحف جوجنهايم في بلباو. المتحف ده عمل تأثير ضخم جدا انه سلط الضوء على المدينة بشكل كبير جدا، وأدى لنمو الدخل القومي بتاعها وزيادة عدد زوارها بشكل كبير جدا، وابتدى يشكل من جديد هوية ثقافية للمدينة. يعني ده كمان أحد الحلول الاقتصادية، أحد الحلول الاقتصادية، وده عمل طفرة كبيرة جدا في اقتصاد المدينة، ولدرجة ان النموذج بتاع بلباو ده بقى يدرس ويسميه بلباو افكت. ومدن كتيره في العالم يعني بدات تلجأ لهذا النموذج، لان هي بتحتاج ان المدينه يبقى ليها شخصيه ثقافيه وبرستيج مختلف عن المدن الاخرى. والنماذج دي بتتكرر حوالينا في اماكن كتير. يعني في الدول العربيه بدا يعني في محاولات صحيح. طيب خليني دكتور، انت من شويه كنت بتقول لي انه اضطراب العماره ده ما يفرقش كتير عن اضطراب بقيه المجتمع. هو اضطراب المجتمع هو اللي بيؤدي الى اضطراب العماره، ولا اضطراب العماره بيؤدي الى اضطراب المجتمع؟ طبعا يعني انا لما اعيش في مكان مخنوق او اعيش في مكان صعب عليا بيخلي سلوكياتي ما فيهاش جماليات، ها، ولا لان حياتي اساسا ما فيهاش جماليات فبيؤدي الى شكل فن؟ وكلنا متفقين ان العماره هي ايه؟ ابو الفنون كلها، ويعني ده موضوع يعني ما عندناش نقاش فيه اصلا. طبعا هو علاقه تبادليه، تبادلية. يعني الاثنين بيأثروا في بعض، يعني السلوكيات الخاطئه بتؤدي يعني بتنعكس على العماره، فالعماره هي مرآه للواقع الحياتي بتاعنا، فشكل مبانينا بيشبه شكل سلوكنا، شكل تعاملاتنا، شكل اسلوب ادائنا لعملنا. وبالتبعيه العماره او البيئه اللي انا بعيش فيها هي بتكون شخصيتي. فيعني من وانا طفل لو انا بتنشأ في مجتمع ما يعرفش قيم الجمال، ما فيهوش مسطحات خضراء، ما فيهوش ميادين، ما فيهوش يعني عناصر معماريه وعمرانيه سليمه، بالتالي انا مش هكون مدرك لده، وده هيأثر
عليا كإنسان وعلى كل المخرجات اللي هأديها في جميع مناحي الحياة. قبل ما أتكلم على فكرة الحفاظ على تراثنا المعماري، يعني أنا شايف إن في خطوة أهم قبلها، إزاي يكون عندنا وعي بالتراث، يعني التراث المعماري إزاي أفهم أهميته وأفهم دوره؟ أفهم أهميته طبعا، ده دور يعني منوط بيه الدولة بشكل كبير جدا، طبعا مش الدولة وحدها، بس أقول ليه الدولة، لأن احنا تعليمنا بيفتقد انه يعرفنا بتراثنا. يعني يمكن بندرس التاريخ، بندرس المراحل الرئيسيه في التاريخ المصري القديم، بس احنا كل مجتمع في مصر ليه خصوصيته. يعني مثلا مدينه زي الاسكندريه اللي انا بنتمي ليها، انا ما عرفتش تاريخ مدينتي ولا اتكونت ازاي ولا تراثها ولا تاريخها غير لما بدات ادرس بشكل متخصص في مجال اللي بعد كده امتهنته كمجال عملي. انما كمواطن منتمي لهذه المدينه، انا ما كانش عندي معرفه ولا درست ولا صادفت مكان بيعرفني بتاريخها ولا اساسا المجال العمل اللي في اسكندريه بيتكلم على التراث المعماري. يعني حاجه، يعني امثله بسيطه، يعني هو اسكندريه حصل فيها، هقدر اعتبره طفره نوعيه في وقت ما مع مشروع إحياء مكتبة اسكندرية، لأن مشروع يعني هو مشابه للمثال اللي ضربته من شوية البلباو، بس الفرق إن ده نابع من تاريخ المدينة. ففكرة إحياء المكتبة، مكتبة اسكندرية القديمة، إن هي تبقى من جديد موجودة، هي القلب الثقافي للمدينة دي، ابتدت تعرف يعني المجتمع السكندري بشكل ما. هو بالمناسبة دي عيب ان احنا لما نيجي نعمل مبنى مهم في مدينة عيب ان احنا نجيب معماري من خارج البلد اساسا؟ لا مش عيب. يعني انا اقول لحضرتك، يعني في مدن في العالم بتسعى ان هي تجيب معماريين عالميين، علشان ده بيضيف قيمة للمدينة، حتى قيمة تسويقية. يعني المعماريين العالميين دلوقتي بيسموهم أركستار او نجوم العمارة، يعني في العالم كله بيختاروا المعماريين دول علشان يبنوا مباني تسوق للمدينة بشكل أفضل. بس في اسكندرية ما كانش ده الوضع، لأن مكتبة اسكندرية كانت مسابقة معمارية ومفتوحة للمعماريين من كل أنحاء العالم، واللي كسبوها كانوا مجموعة معماريين في وقتها كانوا شباب، هم دلوقتي أصبحوا من أكبر المكاتب في العالم. فهي يعني يمكن احنا تاخدنا شويه، يعني لا مش بنعرف، انا بسال على لكن ده امر معتاد، يعني امر معتاد في المباني الكبيره اللي من هذا الحجم. يعني خلينا نتوقف عند النقطه دي مهندس كريم الشابوري. احنا بنتكلم على تراث مصر المعماري، واحنا زي ما قلنا باختصار شديد هو مهدد بالضياع. مهندس كريم، الحقيقه يعني شاور لنا على حاجات مهمه، ان العماره دي قيمه اقتصاديه، وضرب لنا نموذج بلباو انه العماره دي اضطرابها والحقيقه جزء من اضطراب بقيه الامور اللي احنا بنعيشها. يظل عندنا السؤال المهم، طب احنا فاهمين اهميه تراثنا المعماري وعرفنا ان تراثنا المعماري مهدد بالضياع، نعمل ايه علشان نحافظ على هذا التراث؟ مع المهندس كريم الشابوري بعد الفاصل، الحوار مستمر. ويبقى الحوار مستمرا على شاشة اون لايف. نحن نتحدث عن تراثنا المعماري. التراث المعماري زي ما قلت لكم انه مهدد بالضياع، وكان سؤالنا الكبير ازاي نحافظ على هذا التراث المعماري. معي ومعكم المهندس المعماري كريم الشابوري. مهندس كريم، كل شوية بنسمع عن يعني مبادرات لا بأس بها، ولكن خليني اتكلم على المنهج العلمي قبل ما نتكلم على دفع هذه العملية. هل لدينا خبراءنا، هل لدينا منهج علمي حقيقي في صيانة هذه النوعية من المباني؟ طبعا عندنا، يعني عندنا مرممين وخبراء في هذا المجال، بس اللي أنا عايز أقوله أن الترميم أو الترميم حاجة والحفاظ حاجة تانية. يعني الحفاظ أو اللي بيسموه conservation هو شيء أبعد من الحفاظ على الجسم كشكل، هو عملية يعني حفاظ على قيمته الفعلية وأنه نجعله نفعي للمجتمع، فهي عملية نقدية. يعني الحفاظ أو الترميم يعني كالبيلدنج كحاجة فيزيكال دي موجودة وعندنا خبراء، بس يمكن ما عندناش الناس اللي عندها الرؤية والإيماجينيشن المختلفة إزاي نعيد استخدام ده بشكل تخيل ده ازاي ده قلب الحفاظ على طيب العمارة. هو اي حاجه قديمه بقت مهمه؟ مش اي حاجه قديمه ازاي اختار؟ يعني
يعني قول لي كده، يعني مثلا في مباني في مصر انا عارفها يعني من سنة 1890 و1892، هل ده في حد ذاته قيمة؟ يعني في حد ذاته المبنى القدم في حد ذاته قيمة. تمام، بس في منظومة القيم واسعة جدا يعني، لكن مش كل شيء قديم هنقدر نقول عليه تراث أو أثر. في مجموعة من القيم ودي القانون بيحددها، يعني طابع معماري مميز أو قيمته أنه مرتبط بشخصية تاريخية أو بحدث تاريخي ما حصل في المكان، أو بينتمي لحقبة زمنية معينة ويعني الأمثلة المتبقية منها بسيطة. وبالتالي في مجموعة من القيم هي اللي بنقدر من خلالها نحدد هذا المبنى تراثي أو له قيمة ولا يعني إيه مسؤوليتي أنا كمواطن؟ مسؤولية المواطن أول حاجة إن هو يعرف، يعني هي مسؤولية وفي نفس الوقت حق، يعني حقه في المعرفة إن يعني تتاح لي السبل والمعلومات انه يعرف تراثه ده ويفهمه، وفي نفس الوقت مسؤوليته انه هو يسعى انه هو يعرفه بشكل اكتر، يعرف ازاي يحافظ عليه. لو هو هنضرب مثال، لو انا مثلا عندي منزل والمنزل ده مسجل انه منزل تراثي او يعني على قائمة التراث، لازم ابقى عارف انا اتعامل معاه ازاي، لازم ابقى عارف لو حتى انا عايز استفيد منه بصفته يعني ملك شخصي ليا ومن حق ان ينتفع بيه، لازم اعرف ايه المعايير اللي تخليني اقدر استخدمه بشكل مناسب في وظيفة مناسبة للمكان وفي نفس الوقت ما بتأثرش عليه بالسلب. ازاي اقدر افهم تأثير الثقافة المصرية الحالية الراهنة على شكل العمارة؟ يعني اقدر افهم المبنى المعماري ده هو نتاج ايه بالظبط؟ يعني طبعا احنا للأسف يعني عايشين في فترة فيها يعني عدم انضباط في جميع نواحي الحياة بتاعتنا، وفيها عشوائية في سلوكنا وتصرفاتنا وتعليمنا والمجالات كلها، فبالتالي ده بينعكس على العمارة. يعني ببساطة حضرتك لما تمشي في الشارع وتبص على طبيعة شكل المباني وطريقة تعامل الناس معاها، هتشوف انعكاس السلوك أو يعني الثقافة المعاصرة بتاعتنا عليها. يعني مثلا ممكن حضرتك تلاقي مبنى كل بلكونه متلونه بلون، شخص مركب ازاي، الشخص مركب تندة. طب ما انا بيبقى عندي تصور ان انت اللي عامل بيتك وحش، يعني شايف البلكونه اللي انت عاملها دي وحشه خالص، يعني انا بقى اللي هاجي اعمل بلكونه كويسه. ما هو والشباك اللي انت مركبه وحش، انا الشباك بتاعي احسن من الشباك. ما ده اللي حضرتك اشرت ليه في نقطه سابقه لما كنت بتضرب مثال ان في بعض الدول في براغ على سبيل المثال اللي بره مش بتاعك، ان اللي بره ده ملك المجتمع كله، لان المدينه مش حكر على شخص، يعني الوجهة المنزل أو شكل المنزل ده ملك للمجتمع ككل، لأن ده المكان اللي أنا بمشي فيه وحضرتك بتمشي فيه وجميع المواطنين، فبالتالي هو ملكية عامة. الداخل كل شخص حر فيه. يعني أنا مش عايز أفاجئ السادة المواطنين إن إحنا في المحلات في مصر عندنا فعلا أنماط معمارية بعينها، كل اللي بيبني ملزم إنه يستخدم واحد منها، يعني بيختار بس. طب خلينا يعني أنا عايز أرجع للكلام في قضية الغنى والفقر، ولكن قبل ما يعني نتكلم في الموضوع ده، خلينا لو انت نسمع الناس كده، يعني هي شايفه دي مسؤوليتها وشايفه الحل ازاي، لانه انا اعتقد ان ده نقطه بدايه لحل الموضوع. باشمهندس كريم، مسؤوليه الشعب طبعا كل واحد بيبني بدماغه، انما لو هيبقى في نظام موحد من الحكومه نفسها الناس هتتوحد عليه. العماير كلها تجارية، لا فيها فن ولا جمال، إلى جانب أنها بتقع، يعني حتى في غش في البنى. فهي مسؤولية اللي بينوي يبني ومسؤولية الحكومة من ناحية تانية. جشع المقاولين بقى صعب جدا، وبقى ما يعني مش زي زمان الناس بتهتم بالنسق وبالشكل العام، وان مثلا عماره ما تبقاش مثلا 3 ادوار او 5 ادوار، تبص تلاقي طالع جنبها 20 دور. هي مسؤوليه الدوله من حيث ان هي بيبقى المفروض ان في قوانين ماشيه عليها زي تنظيم الطرق والكلام ده، وفي الشعب لو هو التزم بالقوانين هتبقى كل حاجه منظمه. الحكومه لابد انها قبل ما تدي ترخيص لابد انها يكون المباني متناسبه مع الحي اللي هي موجوده فيه ومع الشكل اللي زي اوروبا بتعمل كده، كل حي له شكل معماري معين. مسؤوليه كل البشر، لان دي حاجه ده تراث، اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل وحاضر.
باشمهندس كريم، الناس مش شايله ايديها من الموضوع، يعني الناس شايفه انها متحمله كمان. يعني الشعب الحقيقه اسبق من النظام والدوله والحكومه، بقول لك لا دي مسؤوليتنا احنا كمان. والله هم اللي بيقولوه هو شيء يعني المفروض انه موجود، يعني قوانين قانون البناء الموحد او قانون الحفاظ على التراث، كل الحاجات دي موجوده تمام، بس تطبيقها هو اللي فيه خلل. احنا عندنا مشكله في مصر ان يمكن نسبه البناء المرخص واللي معمول بواسطه معماري هي نسبه ضئيله جدا لو قارناه بكم المباني اللي بتبنى في مصر، وده احنا مش بنشوفه في يعني احنا عندنا في حالات كتير المقاول اللي بيصمم، المقاول بيصمم وبيبني ومش يعني بالضروره يكون مهندس بدون حتى مدني يعني. لا، وده موجود في يعني في يعني مش في قلب المدن، مش في المناطق يعني الاكثر حضاريه في المدن، لا موجود في العشوائيات وموجود على امتدادات المدن في جميع الاتجاهات. فبالتالي الـ يعني ما نقدرش نلوم المعماريين ان هم مش بيمكنوا من ان هم يقوموا بدورهم بشكل كافي، وفي نفس الوقت القوانين موجوده بس تطبيقها يمكن هو اللي فيه خلل. يعني عندي سؤال كبير الحقيقه، وحضرتك قلت لي انه مصر بشكل عام ما هي شخصية معمارية واحدة، ولكن شخصيتها مكونة من عدة شخصيات كتير. هو ده جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟ يعني حينما نجاور هذه المباني التراثية بمباني معاصرة، ده جزء من الحل ولا ده جزء من المشكلة؟ لا، هو مش جزء من المشكلة. يعني هو في العالم كله فكرة ان في تراث او في اماكن ليها طابع معماري مميز، ده مش معناه ان لما يحصل منشأ حديث انه يتعمل زي القديم، لان القديم ده كان بيعبر عن واقع عصره، بيعبر عن تكنولوجيا عصره ورؤية الناس ساعتها وذوقهم العام. الفكرة ان نعمل شيء زي ما التناسق قيمة جمالية، فالتباين قيمة جمالية، لكن يتعمل ازاي، هو ده دور المعماري، هو دوره ان هو يقدر يعمل مبنى بيعبر عن عصره، بيعبر عن التكنولوجيا بتاعت العصر اللي احنا عايشين فيه ونمط حياتنا وشخصيتنا وذوقنا العام، ولكن في نفس الوقت مش بيتناقض او بيتناحر مع يعني يا فندم يعني المباني الحديدية الزجاجية جنب مباني تراثية، ده تباين جمالي؟ ما اقدرش اعمم، بس في نماذج ده في جمال وموجود في العالم كله. يعني طب نتكلم على الوظيفة، هو انا يعني متعود ان البيت كان زمان يتبني، يقول لك ده مسقط الهواء والبحر يبقى هنا ويبقى فيه شيش علشان الاضاءه متكرره وانه يدخل هواء لما يكون مبنى مصمت، هل ده بيتناسب مع البيئه بشكل عام؟ كل انت كمعماري بتعمل ايه؟ يعني بتفكر في اي اتجاه؟ كل مجتمع ليه طبعا بيئته يعني، بس نتيجة لأن احنا العالم يعني أصبح يعني شبه عالم واحد، يعني دلوقتي مفيش طرازات معمارية لكل دولة على حدة، أو مفيش هوية معمارية. لا، برلين بعد انهيار الحق اتعملوا مباني زجاجية ومباني حديدية في قلب العاصمة يعني. بالظبط، فبقى في عمارة عالمية. طبعا النموذج ده لما استورد في بيئات غير مناسب ليها أدى المشاكل يعني، وبالتالي العمارة تطورت. يعني في دلوقتي تخصص معماري هو مرتبط بمباني موفرة للطاقة، يعني ازاي اقدر اصمم مبنى المبنى ده بيستهلك طاقة بشكل اقل، فبالتالي هو يعني يعني استخدامه في استدامة اكتر، ما فيهوش اهلاك للطاقة او للوقود وخلافه. فبالتالي يعني في انماط معمارية حديثة بتسعى لحل مشكلة من هذا القبيل، يعني اللي هي عدم تلاؤم المادة المستخدمة، أو إن المبنى يكون مبني بخامات بتأدي لاستهلاك كبير للطاقة. طيب، لازم المبنى يبقى كويس يكون معاه فلوس؟ هل في طرق للبناء، طرق فقيرة يعني باستثناء ما شرحه يعني معمارينا الفذ مهندس حسن فتحي، هو شكل الجمال ده والجمال ده بيجي بالفلوس؟ أنا عارف إن الإجابة الطبيعية يعني أكيد لأ، لكن هل في امكاننا نعمل بناء منخفض التكاليف فعلا وجميل؟ ممكن، بس في نوعيه معينه من المباني. يعني لو يعني نظريه مثلا معماري الكبير حسن فتحي المرتبطه بعماره الفقراء، هو كان بيصمم لمجتمعات بدائيه ما عندهاش خامات بناء، عايز يخليهم يبنوا من الخامه المتوفره في بيئتهم وبنفسهم من غير ما يستعينوا بنائين او مهندسين.
فبالتالي في البيوت ممكن تتبنى بخلالهم حلول سهلة وبسيطة يعني. بحلول سهلة وبسيطة بس في طبيعة مباني بتبقى احتياجاتها الوظيفية بتحتاج يعني لازم قدر من المال عشان تتبنى يعني، مش كل حاجة نقول ان احنا ممكن نعملها من غير فلوس. في المقابل لما اشوف ظاهرة زي ظاهرة المركبات السكنية او الكومباوندز يعني وهي فيها فلوس كتير، ليه برضو بشوف شكل معماري رديء؟ ليه بشوف تجاور المنازل جنب بعضها؟ ليه الشكل عايز افهم الارميد اللي انتشر فجأة في مصر يعني، لماذا ظهر الارميد؟ هي فكرة الكومباوندز او يعني هم بيوصفوها في العمارة بالجيتد كوميونيتيز او المجتمعات المغلقة، وهي كان يعني ليها نقد عليها نقد كبير جدا يعني، فكرة ان ده نمط عمراني مختلف عن السائد عندنا بيخلق مجتمعات مغلقة طبقية إلى حد ما. بس النقطة دي مردود عليها يعني إن احنا برضو الأنماط المعمارية اللي احنا عايشين فيها في مدننا سواء في القاهرة أو في الإسكندرية أو في مدن أخرى هي برضو في وقت ما كانت أنماط مستوردة من الخارج يعني، احنا قبل تحديث مصر اسماعيلية السويس كل بالضبط يعني القاهرة الخدوية شفنا بور توفيق أو بور فؤاد أو الإسماعيلية كانت نماذج أوروبية مستحدثة وكان فيها أرميد برضو وكل حاجة كان فيها، بس بعد كده احنا تنمطنا عليها فأصبحت جزء من ثقافتنا. اللي بيحصل دلوقتي في المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي ابتدت تنتشر يعني بالذات خارج المدن ان سكانها اصبحوا بيدوروا على يعني بيهربوا من المدينة لان المدينة اصبحت ما بتوفر لهمش جودة الحياة المطلوبة وبيسكنوا في مجتمع تاني بيوفر لهم مسطحات يمكن خضرة اكبر، بيوفر لهم امان اكتر، بيوفر لهم خدمات مختلفة. الشكل ده بيعتمد على النمط يعني النمط التسويقي او الثقافة السائدة يعني، برضو حتى من خلال المداخلات ضيوفنا الكرام اللي كانوا في التقرير يعني احنا يمكن القيم الجمالية مش متمرسين على ادراكها يعني، بنشوف لو حاجة طراز كلاسيكي فده اللي بنشوفه جميل، يمكن القيم الجمالية اللي في عمارة معاصرة مش متعودين على مشاهدتها فمش ألفينها فبالتالي ما بنشوفهاش بشكل كويس جمالي. فطبعا شركات الاستثمار العقاري اللي بتبني هذه المجتمعات هي بتسعى ان هي تعمل الطراز اللي من وجهة نظرها ده السائد وده اللي هيحقق لها اهدافها التجارية اهدافها التجارية يعني، فما بتبقاش يعني ما نقدرش نقول ان دي بتبنى بعمارة يعني بمعنى ان فيها تصميم معماري معاصر قد ما هي فيها جودة بناء. طيب كنت ما يعني في الفصل اللي فات كنت تتحدث عن بلباو عن المتحف، نتحدث عن باريس نتحدث عن متحف، حينما نتحدث عن روما نتحدث عن أنها أساسا متحف مفتوح، تذهب إلى بريطانيا لندن كلها متاحف، وأنت يعني أحد خبرائنا وأنا شخصيا كمواطن مصري بشكرك على متحف جمال عبد الناصر يعني. الحالة المتحفية دي حالة معمارية يجب أن تتطور خاصة في عواصم كبرى زي القاهرة ولا عليها كمان الذهاب إلى أماكنها؟ يعني أنا فاهم إن عبد الناصر جه لأن ده بيته. الفكرة العمارة المتحفية نفسها هي طبعا عليها أن تروح لأماكنها لأن في الآخر يعني متحف عبد الناصر هو موجود في بيته في منشية البكري فبالتالي ده المكان الأنسب لوجوده. المتحف هو في الآخر كل مدينة ممكن يكون ليها قصة ليها حدث مرتبطة بشخص ليها مبنى شهد حدث تاريخي معين فبالتالي القيمة ان التاريخ يحافظ عليه في مكانه ده حتى دلوقتي في الآثار. زمان كانوا لما بيكتشفوا اي اكتشاف أثري كان اول حاجة بتتعمل ان هو بياخدوا المقتنيات اللي اكتشفوها ويودوها متحف. دلوقتي الاتجاه انك بقدر الامكان لو قدرت تحافظ على الأثر في مكانه يعني في علم الآثار بيسموها إن سيتو يعني في السايد بتاعه خليه ده القيمة الأعلى تمام. فبالتالي المتاحف يجب أن تكون في مكانها لأن هي جزء من تاريخ هذا المكان وجزء من هوية ساكنيه وعمرانه والمدينة اللي موجود فيها يعني. سؤال أخير جهاز التنسيق الحضاري مش عايز ألومه يعني مقدم بلاغات زي ما أنا ذكرت في مقدمة الحلقة، ماذا عليه أن نصنع وكيف نحن نصنع من هذا الجهاز سلطة حقيقية على الحفاظ لتراثنا المعماري المهدد حقا بالضياع؟ هو جهاز التنسيق الحضاري ما نقدرش نلومه لأن هو دوره محدد بأنه هو بيسجل المباني بيحصرها طبعا بيشكل لجان من متخصصين
بيرصدوا المباني دي ويحصروها ويعملوا بيها سجلات ويحطوا الأطر والمعايير والدلائل الإرشادية اللي بحكم القانون المفروض تطبق. ده دور الجهاز، يعني الجهاز ملوش دور سلطة فعلية ان هو اللي يحاسب، لا هو بيحط المعايير وبيحط الأسس، وبحكم القانون الجهات التنفيذية اللي ليها اليد على الأرض زي المحليات أو أي جهات يعني إدارية أخرى ليها سلطة تنفيذية هي اللي منوط بيها أن هي تنفذ. بشكرك شكرا جزيلا مهندس كريم الشابوري. إذن كان هذا ضيفي الكريم المعماري الكبير مهندس كريم الشابوري. الرؤية لديه واضحة، العمارة مهمة، الحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعا. وبالتالي إذا كان جهاز تنسيق الحضاري هو مجرد يعني جهاز يبحث في جماليات الأمر، فأنا أعتقد أنه على نواب الشعب التفكير في هذا الأمر، الحفاظ على تراثنا المعماري وجزء من الحفاظ على شخصيتنا الوطنية أو شخصيتنا القومية. الأربعاء المقبل بإذن الله الحوار مستمر.